شارك العشرات اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 في تشييع جنازة الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي بقصر العيني بمسجد بلال ابن رباح بالمقطم، وكان من بين الحضور الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وعدد من تلامذة وطلاب يحيى الرخاوي. وكانت النقابة العامة للأطباء قد نعت الدكتور يحيى الرخاوي والذي وافته المنية مساء الأحد 18/12/2022 عن عمر ناهز 89 سنة الله يرحمه. والدكتور يحيى الرخاوي هو طبيب نفسي وأديب بارز له أكثر من 40 كتابا أشهرها حكمة المجانين وعندما يتعرى الإنسان وعلم النفس تحت المجهر. دكتور خالد منتصر نعاه قائلا: دكتور يحيى الرخاوي كانت له مدرسة خاصة في الطب النفسي تقف على مشارف الإبداع الأدبي، وكانت له محاولات أدبية وروائية وشعرية لها تفردها. تعرفت عليه من خلال صديق دفعتي عمل عنده في مستشفى المقطم في بداية حياته، ووقع في حب مريضة مدمنة أثناء علاجها. وعندما علم دكتور يحيى الرخاوي جاء به إلى مكتبه وقرعه وعنفه قائلا: أنت مش هتنفع طبيب نفسي، اللي يقع في حب مريضة نفسية أثناء علاجها يبقى مش عارف يضع المسافة الصح عشان يقدر يعالج. المسافة دي لو راحت واختلطت الأمور هتفشل حتما في علاجها، انت بكده بتضرها مش بتعالجها. ثم عنها تعاقده. قلت وقتها: دكتور يحيى الرخاوي ظلم صديقي والحكاية ما كانتش تستاهل. لكن لما كبرت قليلا عرفت انها تستاهل، وان الطبيب النفسي عشان يعمل كنترول على مريضه لازم من تلك المسافة الافتراضية. بعدها سمعته وهو بيحكي حكايته مع السباحة وإنه اتعلمها وهو فوق 60 سنة. حسدته ساعتها على قوة إرادته. انعكس هذا على طريقة علاجه للصدمة النفسية التي حدثت لنجيب محفوظ بعد حادث طعنه في رقبته وشلل اليد عن الكتابة. فقد أعاده يحيى الرخاوي بتمرينات الإرادة والإصرار، لأنه كان على ثقة من أن حرمان نجيب محفوظ من الكتابة هو الموت بعينه. وكتب بعدها نجيب محفوظ أحلام فترة النقاهة والتي كانت درة فلسفية تقطر حكمة. تعلمنا من الدكتور يحيى الرخاوي في شبابنا من خلال المجلة التي كان يصدرها على نفقته عن الطب النفسي والتطور، والتي كانت تمثل وجبة ثقافية دسمة وليست مجرد موضوعات طبية أكاديمية. رحم الله أستاذنا العظيم. وتوفي مساء الأمس الأحد الدكتور يحيى الرخاوي عن عمر يناهز 89 سنة. وقيمت صلاة الجنازة اليوم الاثنين 19/12/2022 عقب صلاة الظهر في مسجد بلال ابن رباح بالمقطم. والدكتور يحيى الرخاوي من مواليد القاهرة 1933، وحصل على دكتوراه في الطب النفسي في عام 1963 ودبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961. وكانت بدايته متخصصا في علاج أمراض البطنة، لكنه فضل التحول إلى الأمراض النفسية، وعمل مستشارا للطب الشرعي بعدة محاكم في مصر والسعودية والسودان، وتولى عضوية المجلس الأعلى للثقافة بلجنة التربية وعلم النفس ولجنة الثقافة العلمية. أشرف على 34 دراسة علمية للماجستير والدكتوراه، وهو عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن روايته المشي على الصراط عام 1979، وله حوارات صحفية عدة عن تحليل شخصية بعض رؤساء الجمهورية والشخصيات السياسية. وتولى عضوية المجلس الأعلى للثقافة بلجنة التربية وعلم النفس ولجنة الثقافة العلمية. الله يرحمه.